قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة إخواني أخواتي في كل مكان من برنامجكم الميسر في التلاوة. كما وعدناكم في الحلقة السابقة نأخذ تلاوات الإخوة الذين لم يسعفنا الوقت، فكما وعدناكم نأخذ الآن التلاوات أولا وبعدها نستمع سويا للمقرر وبعدها نذكر أهم أحكام التجويد في مقرر اليوم، وبعدها إن شاء الله نستمع لتلاوات الخاصة بمقرر اليوم. نستمع الآن إلى التلاوات السابقة. تفضل يا شيخ، أسمعونا مصطفى فكي من السودان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله شيخ مصطفى، تلاوة طيبة ما شاء الله تبارك الله. لكن انتبه، عندنا كما سبق أن ذكرنا بداية الحلقة السابقة أن عندنا حروف مفخمة بصفة دائمة، وهي الحروف المجموعة في قولك خص ضغط قض، من بينها الصاد، فالصاد عندنا هنا من حروف التفخيم وهو كذلك مستعل ومطبق، فتنتبه إلى التفخيم في الصاد ص صلصال، فتنتبه إلى التفخيم في الصاد، وينتبه باقي الإخوة كذلك أن الحروف المفخمة كما ذكرنا مجموعة في قولك خص ضغط قض، هذه الحروف تفخم بصفة دائمة. نأخذ أخونا عبد العزيز طاهر من باكستان، أسمعونا يا المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله، تلاوة جيدة يا شيخ عبد العزيز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. نأخذ تلاوة الآن أحمد أو حامد أحمد من السودان، أسمعونا إياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك أخي الكريم. نأخذ تلاوة الآن محمد عزت من مصر. برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك خير كريم. لكن انتبه عندنا هنا يخرج يخ، هذا الصوت الذي تسمعه هو الرخاوة الموجودة في الخاء، فالخاء من حروف الرخاوة. طيب عندنا كذلك بارك الله فيك المنشآت، نون ساكن أو بعدها الشين، نون ساكن أو بعدها الشين، فتأتي بالإخفاء تخفى النون الساكن هذه عند الشين فتقرأ المنشآت. بارك الله فيك أخي الكريم. نأخذ أبا سيف من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله بسيف، ممتاز بارك الله فيك. نأخذ أخونا سليمان حريصي من السعودية. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من. ما شاء الله تبارك الله. بس انتبه يا شيخ للإخفاء، عندنا النون الساكنة كما ذكرنا بعدها حرف الشين والشين من حروف الإخفاء الحقيقي، فتخفي النون الساكنة عند حرف الشين كما سبق أن قرأنا المنشآت، والغنة تكون بمقدار حركتين بارك الله فيك. طيب نبدأ الآن بمقرر التلاوة لهذا اليوم، وهو من الآية 29 إلى الآية 36 من سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار
ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب بالنسبة لأهم الأحكام الموجودة عندنا يعني المتكررة يعني عندنا الإخفاء في النون الساكنة التي بعدها فاء ما في السماوات، وكذلك ننتبه للضاد هنا حال الوقف عليها يجب أن نحقق صفة الاستطالة، وهذه الصفة هي التي تميز حرف الضاد، وهي صفة لا توجد إلا في الضاد. فنقول يسأله من في السماوات والأرض، فنقف على الضاد بهذه الصفة مستطيلة وكذلك مفخمة، ففاء إطباق واستطالة وتفخيم. طيب عندنا كذلك كل يوم هو، كما تلاحظون في الشاشة عندنا التنوين بهذه الطريقة وبعده حرف الهاء، هذا التنوين إذا رأيته في المصحف معناه الإظهار، أي أن الحرف الذي بعده حرف مظهر. كل يوم هو في شأن، فهذا التنوين علامة للإظهار، إذا رأيت في المصحف مثل هذا التنوين فمعناه أن الحرف الذي بعده هو حرف مظهر. بالنسبة لبقية الأحكام تكررت معنا كثيرا، وسنذكر إن شاء الله الأحكام مع التلاوات، إذا استمعنا لتلاواتكم. نأخذ أول مشارك عبر الزوم إلياس خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا إلياس، تفضل، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار. طيب إلياس عيد ولا تقطع التلاوة، لا تقطع القراءة. يا معشر الجن والإنس. لا اقرأها بهذه الطريقة يا شيخ إلياس. يا معشر الجن والإنس، خلها كلمة واحدة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز، أنت رائع يا إلياس، ما شاء الله تبارك الله، أنت ممتاز ورائع، ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك قرة عين لوالديك، وأن نراك إن شاء الله من الأئمة الكبار بإذن الله تعالى. أبا إلياس من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز يا أبا إلياس. نأخذ عمر علي عبر الهاتف من إريثريا، تفضل يا شيخ عمر. السلام عليكم. وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله، حسبك يا شيخ عمر، ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. طيب نأخذ الآن رحاب الشراط من المغرب. عبر الزوم رحاب. طيب أبو ماريا من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي اقرأ ورش عن نافع عدين مشكلة. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. عندنا هنا من أقطار. نعم شيخ. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب يا شيخ ما شاء الله تبارك. طيب انت ابا ماريا انت ما شاء الله يعني هل مجاز في رواية حفص؟ لا والله شيخ بس دارسه يعني. طيب بالنسبة لهذا البرنامج الميسر في التلاوة الأولوية طبعا لتلاوات حفص، أما الروايات الأخرى يعني طبعا يقرأ بها في هذا البرنامج، لكن الأولوية لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، لكن بالنسبة لقراءة نافع براويه ورش وقالون فلها برنامج آخر على نفس القناة وفي توقيت آخر يعني يوم الأحد الساعة 10:45 بتوقيت مكة، فتستطيع يعني ونستقبل نحن الروايات، لكن الأولوية عندنا لرواية حفص من طريق الشاطبية. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، الله يحفظكم، جزاكم الله خير على حرصكم، ويعني نحن نأمل أن تعم الفائدة. بارك الله فيكم ونستفيد الجميع، جزاكم الله خير. رميساء من المغرب، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ الحمد لله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض. عندنا هنا قلنا إخفاء، من في السماوات نون ساكنة وبعدها الفاء، والفاء من حروف الإخفاء الحقيقي. من في السماوات، يسأله من في السماوات والأرض يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون نفس الشيء. رميساء، نعم، عندنا النون الساكنة إذا جاء بعدها بعض الحروف أو حروف كثيرة، هي أكثر من حروف الإظهار وحروف الإدغام وكذلك حرف الإقلاب، لكن عندنا النون الساكنة إذا جاء بعدها أحد حروف الإخفاء فتخفى النون الساكنة عند هذا الحرف، مثل ما مر معنا من في السماوات فانفذوا لا تنفذون، فالنون الساكنة. طيب إذا أنت مش حافظة الحروف هذه، لا تحفظين حروف الإخفاء، كيف تعرفونها في المصحف؟ يأتي هذا الحرف معرى عن الحركة، مثل الآن نون ساكنة وبعدها الفاء عندنا، فلما يأتي الحرف معرى عن الحركة هذا معناه إخفاء أو إدغام، لكن الآن بالنسبة لحروف الإخفاء أن الحرف هذا لا ننطقه مظهرا، عندنا النون الساكنة هنا وكذلك في الكلمة التي بعدها فانفذوا، فتأتي النون من غير حركة معرى من السكون، هذا معناه أن الحرف مخفى فيما بعده. طيب لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. طيب واصل ونحاس فلا تنتصران، نفس الشيء فلا تن
شفت النون الساكنة يا رميساء؟ النون الساكنة أمامك في المصحف. نعم. تأتي من غير. نعم. رأيتها. طيب، النون الساكنة معراة من الحركة، معناه أنها إخفاء، ما في عليها حركة، فاضية صح؟ نعم. معناه أنها تقرأ مخفاة، فلا تنتصران. ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب ما شاء الله تبارك الله. طيب ريان من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا ريان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. لا طيب تقرأ يا شيخ ريان، شيخ ريان تقرأ من يسأله، من هنا يسأله من في السماوات. شفت الآية 29؟ طيب يلا تفضل اقرأ اقرأ. طيب تفضل تفضل يا ريان اقرأ. طيب سيد مجتبى من الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا شوف عندنا لا تمد بدون سبب يا شيخ، المد لابد له من سبب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالمد لابد له من سبب. طيب الآن قرأت أعوذ بالله خطأ. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هذا المد، أنا أقصد المد الرحمن الرحيم. شيخ سيد أنا أقصد المد الفرعي طبعا، أما المد الطبيعي لا يتوقف على سبب بعدها لكن لا يقبل زيادة عن حركتين. الآن أنت تقرأ المد الطبيعي بأكثر من حركتين. الشيطان إذا لم تقف عليها الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش مديت أنا جيم؟ مديت كلمة الرجيم لأني وقفت عليها فأصبح مد عارض للسكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم. لا تقل الضاد، هذا الضاد والأرض، لا تقلقلها، لا تقلقل الضاد. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار. طيب فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب بالنسبة لهذا قراءة يا سيد، يعني لا تقول فبأي آلاء. بالنسبة لحفص الصحيح
فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا تمد الهمزة، لا تقل فبأي آلاء، خطأ. الصحيح فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا الصحيح. طيب صلاح الدين من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ صلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. عيد يا شيخ، عيد مرة ثانية. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم. لا تقلق الضاد. يسأله من في السماوات والأرض. سمعتها؟ نعم. يسأله من في السماوات والأرض. هذه من الكلمات التي تحتاج إلى ضربة حال الوقف. الضاد حال الوقف تعتبر من الحروف التي تحتاج إلى ضربة وإلى سماع وإلى طبعا العرض على مشايخ حتى نتقن هذا الحرف وقفا، يعني بالنسبة للضاد هنا في كلمة الأرض. نعم يا شيخ. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. عندنا من أقطار، هنا نون ساكن وبعدها الهمزة. الهمزة من حروف إيش شيخ صلاح؟ الهمزة من حروف إظهار. الإظهار الحلقي، صح؟ صح. فحكمه أنك تظهر النون الساكنة إذا جاءت بعدها همزة. نعم. طيب والعلامة في المصحف أن يأتي فوقها السكون بالطريقة التي تراها الآن أمامك. نعم. طيب تفضل. إيش إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء. لا قلنا من، أبغى أسمع النون. أيوة لا تخفيها. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء. اسمعها مني بارك الله فيك. من أقطار توسط فقط للنون وتظهرها فقط. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك. حسبك شيخ صلاح. نأخذ خالد الزهراني اتصال، بارك الله فيكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآية 29. نعم شيخ. نعم الآية 29 من سورة الرحمن، تفضل يا شيخ خالد. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ خالد. طيب نأخذ عبر الزوم أنعم نور من الهند، تفضل يا أنعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ أنعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. طيب رقق رقق السين. إلا بسلطان، سو إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس من نار ونحاس، شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز يا أنعم. طيب تقع عدنان من العراق، تفضلي عبر الزوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله. طيب عمر نصير من الأردن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكم وما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله. عائشة نصير من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا عائشة تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. طيب ما شاء الله تبارك الله. حسبك. فاطمة نصير من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس. طيب شكرا جزاك الله خير. صوت فيه مشكلة. طيب خالد محمد من مصر تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير. وجزاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله. حسبك. نأخذ يوسف من السعودية. تفضل يوسف. يوسف من السعودية تفضل.
تفضل يا شيخ يوسف، تفضل. تفضل يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم آية ثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان تقرأ أيها الثقلان أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم لا طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مشرع يا معشر الجن والإنس إن استطعت أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذوا فانفذوا تقف هنا وتكمل وتبدأ لا تنفذون إلا بسلطان فانفذوا ولا تنفذوا ما في لا أنت لماذا تقرأ الواو الواو حق فانفذوا وليس الكلمة التي بعدها فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان طيب حسبك شوف يا يوسف يوسف حبيبي شوف تسمع المقطع قبل أن تقرأ وبعدها تشارك واضح يا شيخ يوسف تسمع المقطع وتتدرب عليه بعدها تشارك عبر الزوم أو عبر الواتساب حسب الوسيلة المتاحة طيب محمد من السعودية تفضل يا محمد محمد تفضل طيب ننتقل للمشاركات عبر الواتساب أحمد فتيان نسمع أحمد فتيان من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله تبارك الله نأخذ جزاك الله خير نأخذ يوسف من الجزائر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء
ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. ناخذ عبد العزيز الطاهر من باكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. لكن انتبه يا شيخ، العارض للسكون. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أربع حركات. طيب، أبو حامد من السعودية، أحمد الروبي من السعودية عبر الزوم، عبر الواتساب عفوا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز يا شيخ. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ونعتذر للإخوة الذين لم يسعفنا الوقت لعرض تلاواتهم. مقرر تلاوة للحلقة القادمة من الآية 37 إلى الآية 45 من سورة الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها، ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتاة.